نحن نرى في كربلاء يعني كقيمة عليا أو كثورة سياسية ضد الظلم بشكل عام، وهذا المعنى تحديدا شكل نموذج للإنسانية عابرة للمذهب نعم باعتقادي أو عابرة للطائفة أيضا. كربلاء حملت معانا كبيرة، أهمها التضحية، أهمها الحق أيضا والحرية ضد المظلومية نعم وضد ما حدث في حين وما يحدث الآن أيضا. وباعتقادي السيدة زينب تحديدا أخذت دورا رياديا يعني من حيث تعليم النساء، وتفضل فضيلة الشيخ وتحدث كثيرا عن دورها، وهذا ما مثله نموذج الحسين والسيدة زينب تحديدا على مدار العصور، يعني هو درس ومعنى نعم تناقلته الأجيال في المنطقة، ومثلوا حالة اجتماعية إنسانية عابرة للمذاهب وعابرة للتقسيمات تمثل ثقافة الوطن العربي باعتقادي. نعم يمكن اعتبار فلسطين اليوم هي من تمثل كربلاء صحيح المتجددة القادرة على المقاومة أيضا وعلى أن تثور على المظلومية. واضح أنه يعني مهم الإشارة أنه سند فلسطين فعليا في السياق التحرري هي أيضا نتاج لعقيدة تمثلت في كربلاء، يعني من جميل يحمل جدا اليوم هذه القيم هو فعليا من يدعم المقاومة لدينا، ومن لديه نعم قيم إنسانية غير قابلة للخنوع، بل بالعكس تماما تضحي بنفسها من أجل مستقبل أفضل للشعب، وهذه هي المقاربة الحقيقية.